الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. عسلامة الناس الكل، أنا إيناس رحومة، متصرف مستشار للدار الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالقيروان. احنا وجودنا اليوم في اللقاء هذا الحواري بين مختلف المؤسسات، معناتها اللي الحكومية، المجتمع المدني، وكالة الديمقراطية المحلية والبلديات. قول انت شنو لمنا؟ لمنا هو الهدف الأساسي هو تكوين، معناتها احداث لجنة فنية للمرافقة. اللجنة هذه شنو الميسيون تاعها؟ هي مرافقة ذوي الإعاقة اللي هما في حاجة كبيرة برشا، معناتها للمتابعة ملفاتهم، متابعة حالتهم الصحية، التعليم، التشغيل والتكوين. كيف كيف معناتها ماذا بينا، معناتها هو احنا في العادة مستنسين نخدموا بعضنا، اما ماذا بينا حاجة اوفيسيال كما هكا تكون عندها ستاتيو، تلمنا الناس الكل ويكون عندنا نفس الهدف وفاهمين شنو هما الميسيون نتاعنا باش نقدموا بيهم. الاشخاص ذوي الاعاقه هما بتاتر يمشيوا لكل اداره وحدها، معناتها ولا يمشيوا ينخرطوا في برامج تابعه جمعيات ولا تابعه ادارات عموميه ولا حتى خاصه. لهنا اللي يهمهم انهم باش يكونوا فاعلين، باش يكونوا متواجدين معنا، هو موجود معناتها في النظام الداخلي ولا حتى بالقانون، معناتها يكون عندهم كلمه، يكون عندهم راي في الحاجات اللي قاعده معناتها تحضر لهم، هما كسوا قانونين والا بروجي ولا حاجه. وان بلوس كو سا فما متابعه ومرافقه لهم هما والملفاتهم، معناتها هذا يهمهم برشا. بالقاسم الشريقي، رئيس بلديه بوحجله. اليوم هي ندوه من تنظيم وكاله الديمقراطيه المحليه بالقيروان تونس، من اجل الهدف الاساسي ومن اجل بعث لجنه فنيه محليه للتنسيق بين مختلف المتداخلين في الشان الاجتماعي. حبينا نكون البلديه تكون انكلو فيها، البلديه تكون عندها دور، لانه الثلاثه محاور كبرى اللي تخدم عليهم اللجنه هذه هي محور الصحه، محور التعليم، محور التشغيل بالنسبه لذوي الاعاقه او الاشخاص حاملي الاعاقه. نجموا نخدموا على مستوى التشخيص، مستوى مرافقه الملفات اللي يقع واضحه، وهذه المرافقه باش تكون فيها مش فقط البلديات، لان هي لجنه محليه يكونوا فيها مختلف المتدخلين، سواء اللي هما تابعين لاجهزه الدوله، سواء لمنظمات المجتمع المدني، واللي يكون في نطاق العمل الجماعي هذا نجموش نعاونوا ذوي الاحتياجات الخصوصيه وذوي الاعاقه في ثلاثه المجالات هذوما. يوسف النوري، رئيس جمعية وكالة الديمقراطية المحلية القيروان تونس. هذه جمعية تأسست منذ سنة 1917 وتهتم كما يدل عليها التسمية متاعها بالمجال المحلي والمساهمة والمشاركة المواطنية، تسهيل عملية مشاركة المواطن في الحياة اليومية للحياة متاعه وللاتصال بمختلف المؤسسات ولا سيما مؤسسات المحلية اللي هي البلدية والهياكل الإدارية الأخرى. المشروع متاع اليوم هو في الواقع جاء لبعث ما يسمى بلجنة محلية للمرافقة، لجنة محلية للمرافقة للأشخاص ذوي إعاقة، وهذا كحصيلة لمشروع تم الإنجاز متاعه بالاشتراك مع جمعية إيطالية، والجمعية دي اسمها كوب، و اشتغلنا منذ سنة بدأ المشروع من سنة 2022 وسيتواصل إلى سنة 2023. وهذا المشروع إذن يتعلق بمحاولة إدماج أشخاص ذوي الإعاقة الحياة اليومية في المجتمع. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.